ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. طبعا البشرة الصافية والخالية من المشاكل من أولويات كل ست، وفي طبعا كتير من السيدات مش بتهتم شوية بالأكل الصحي ولا بالمكملات الغذائية، طبعا بيعتبروها دي أمر ترفيهي ومش ضروري، وبيرجعوا إن هم طبعا يعني يتبعوا بعض وصفات وجلسات كده ممكن يبقى ليها أثار سلبية شوية كتير كبيرة بشكل سلبي عليهم بعدين. طيب إزاي بقى نعزز من جمالها؟ إزاي أنا أقدر أواظب على طرق دي؟ لكن كل الحاجات الجميلة دي هنعرف إزاي نعملها مع دكتور دينا أبو سعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. أهلا يا دندون حبيبة قلبي، منورانا روح قلبي، إيه نورك جدا. وإنتي وحشاني قوي يا عظيمة والله حبيبتي، دايما موضوعاتك سابقاكي زي ما بيقولوا، صح كده؟ يا حبيبتي طبعا حاجات جميله مهمه، لانه فعلا كنت لسه عايزه اقول لك انه احنا كتير فعلا بنجرب حاجات وفعلا في كتير من السيدات بجد مهمله في صحتها، ما بتاخدش فيتامينز ولا مكملات غذائيه خالص، ويعني دي حقيقه، ولو خدت يوم تلاقيها قطع، يعني القصه بتبقى حقيقي بجد والله. في ظل الظروف الحياتيه اصبح ان ده مش كل الناس بتبقى ماشيه بالسيستم مظبوط يعني، صح. وطبعا مش كلنا بنقدر ناكل اكل صحي يعني، احنا موجودين بره شوفي لحد الساعه كام، بس ريحه حلوه قوي، انا لغايه دلوقتي شامه الريحه بتاعت البصاره والحاجات الحلوه دي، هاكل كل حاجه، انا عارفه انك بعد الهوا ما قلت له ما حدش يقرب فطبعا دي، وساعات نجرب حاجات بتبقى فعلا ما تناسبناش يعني، ممكن نكون شفناها وحد منزل بيها فيديو او منزل بيها حاجه، بس نقول الله دي جميله، حد لا قدر الله يجربها تحصل له سايد افكت وتدي له اثار جانبيه وحشه، صح. تنصحينا بايه بقى؟ قولي لنا بقى، كلمينا في القصه دي، يعني نعمل ايه للستات اللي فاكره ان الفيتامينز دي حاجه ترفيهيه، وننصحهم بان احنا ما نقلدش حد في وصفات معينه، ونعمل ايه عشان نبقى احنا نحافظ على بشرتنا وجمالنا؟ صح، طبعا كل ست من حقها تبقى حلوه طبعا، وكل ست من حقها تبقى جميله في جميع الاعمار، ما فيش ستات تتفرج عليها تقول الدكتوره دينا بقى بتقول في جميع الاعمار، ده انا مثلا وصلت للستين هتفضلي زي القمر لو مهتمه بنفسك، وصلتي للسبعين هتفضلي زي القمر لو مهتمه بنفسك، صحيح. البنات اللي في العشرينات ما اهتمتش بنفسها هتعجز بدري بدري اوتوماتيك، صحيح. فكل بنت وكل ست من كل الاعمار لازم تركز جدا في شكلها الخارجي، يعني الجمال الخارجي والجمال الداخلي الاثنين. طيب من اهم الحاجات اللي انا بنصح بيها الستات، اولا يناموا فترات كويسه، ما يعتمدوش على يعني التوتر النفسي والضغوط النفسية، يحاولوا ان هم يواجهوها بطريقة بوزيتيف عشان الهرمونال ديستربنس ما يحصلش، ان الكورتيزول يعلى، لو الكورتيزول عالي هيحصل مشاكل صحية كبيرة جدا، وكده كده احنا في ضغوط طول الوقت، بس بالنسب يعني نتعايش معها. انا بقول حاجة بقى، اللي عندها ضغوط نفسية تحاول تنزل تمشي، انا ما بقولش العابي رياضة عنيفة، اوكي. المشي ده عدو الكورتيزول الاول، المشي بيطلع لك الطاقه السلبيه، مش عايزه تمشي اشتغلي في البيت، دي حاجه. تاني حاجه تشرب ميه كويس قوي، لو في سيدات بتدخن تقتلع تماما على التدخين تحاول بقدر الامكان، صعب بس نحاول، وتاكل اكل صحي، سوء التغذيه دي كارثه كارثه، هناكل اكل صحي وناخد الفيتامينات والمعادن اليومية المهمة جدا لصحة وشنا ولصحة شعرنا ولصحة جسمنا، مش طبعا. بس يعني انا مش بقول اهتمي بس بمظهرك الخارجي، انت لازم تهتمي بوظائف الحيوية بتاعتك واجهزتك، من مناعة، من حاجات طبعا كتيرة جدا. طيب من اهم الفيتامينز، او خليني اتكلم على المكملات الغذائية اللي موجودة على طول، من اهم واقوى المكملات الغذائيه الداعمه جدا لجمال المراه ولصحه المراه، مش جمال بس، جمال وصحه لازم الاثنين مع بعض، هو الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت، المرخص او المسجل في هيئه سلامه الغذاء. اي ال بي مالتي فيت رائع رائع. ليه بقول كده؟ لان احنا كستات احنا محتاجين انتيك يومي من مجموعة فيتامينات مختلفة. طبعا ده شكل العلبة اللي أنا بنصح بيها كل الستات الحلوة اللي بتتفرج عليا، وكل البنات الحلوة اللي بتتفرج عليا، والسيدات الأوفر 40 مهم ليهم جدا، الفوق الأربعين طبعا. ألب مالتي فيت لو سمحتوا صوروا العلبة، احنا موجودين في معظم الصيدليات، طبعا سلسلة صيدلات كبيرة مش عارف أقول اسمها، تمام. سلسلة الصيدلات دي موجودة في كل محافظات مصر بلا استثناء. طبعا هنا على الشاشة احنا شايفين كل الفيتامينات والمعادن، اولا الزنك مهم قوي للست، مهم الزنك في ايه؟ مهم الزنك للشعر والبشره وخلايا الدم
والضوافر، اي حاجه بتتجدد. شفنا كمان فيتامين بي كومبلكس مهم جدا، فيتامين بي ليها للتمثيل الغذائي ولسرعه الايض، ومهم ليها للوجه. يمكن ناس كتير مش عارفه ان فيتامين بي بيعمل ترطيب عالي جدا للبشره، ومهم لصحه اعصابها. الله. ومهم لصحه المخ فيتامين بي. هي. طبعا عندي مضادات اكسده هايله. زي ايه؟ لو هتكلم على اقوى مضاد اكسده في العالم هو فيتامين اي، فيتامين ه. طبعا فيتامين ه رائع رائع. كانوا زمان بيعملوه اي واي مع بعض. صح. علبه واحده. صح. دلوقتي انفصل. انفصل. آه. ده انا عندي دلوقتي فيتامين اي مهم قوي، بس لازم اعرف يعني يقول لي ايه، انا محتاجه اخد البا مالتي فيت، ممكن اخده على طول ولا اعمل تيست الدم؟ ففيتامين اي مهم جدا، بس لازم نبقى عارفين الاول ان هو ناقص. أوكي. لكن البا مالتي فيت مش محتاج ان انا اعمل تيست للفيتامينز، لانه ووتر سوليبل. فيتامين اي فات سوليبل. اوكي. وشفنا على الشاشه مميزات هذا المكمل الغذائي الرائع، من انه اعلى تركيز في الزنك. ده اللي بيميزه. انت بتتكلمي انه بيتميز عن غيره. اعلى تركيز في الزنك، الاقوى كمضاد اكسده. أوكي. او من اقوى مضادات الاكسده، اللي احتوى على فيتامين اي وفيتامين سي. الاثنين دول مضادين اكسده، وكمان فيتامين سي مناعه رهيبه. طبعا طبعا. فيتامين بي موجود، اللي بيميزه ان عائله الفاميلي كلها، عائله فيتامين بي كلها موجوده داخل الجسم. دي برضو دي على فكره حاجه برضو جميله جدا. طبعًا. لانه عاده ما بيبقاش موجود كل المجموعه. طبعا. في اي مكمل غذائي. انا عندي داخل الب مالتي فيت الستات، بقول لهم فوليك اسيد، الستات اللي بتفكر تحمل، فوليك اسيد موجود داخل الب مالتي فيت. بقول للستات انا عندي الكوبالامين داخل الب مالتي فيت، اللي بيكون لي كرات الدم الحمراء، مهم ان انا ادعم دمي. مهم ان انا يعني اعرف ان دمي موجود، يعني ان الدم ده من اهم الحاجات للبقاء على البشريه. فلازم ادعم دمي. انا عندي الكوبالامين بيدعم برضو كرات الدم الحمراء، زي ما احنا شايفين يدعم الطاقه والمناعه مع بعض. موجود فيه زنك ونحاس. لازم الزنك لا يمكن يشتغل من غير نحاس. موجود في الستات اللي بتتفرج البيوتين، موجود داخل الب مالتي فيت. الب مالتي فيت فيه بيوتين. البيوتين احنا عارفين قد ايه مهم للشعر، ومهم للبشره كمان، ومهم للضوافر، اللي هو فيتامين بي 7. موجود، بقول للستات موجود كالسيوم. طبعا احنا كستات محتاجين الكالسيوم ده على طول. الكالسيوم لازم انتيك يومي. يا طبعا انتيك يومي كل يوم. لا. لازم اطمن ان انا بيدخل لي 1000 ملي جرام كالسيوم يوميا، خصوصا طبعا بعد الأربعين الواحد. اكيد طبعا. أكيد. ده محتاج يعني يركز في الحته دي شويه. الحامل محتاجه 1200 ملي جرام كالسيوم. عشان اوكي ماشي. الب مالتي فيت داعم جدا، دخله كالسيوم 70 ملي جرام، يعني مش مؤذي برضو يا دكتور. عشان كده بطمن الستات اللي بتتفرج ان انا بقول على الب مالتي فيت اتس ديلي روتين. يقولوا ايه ده؟ في ناس طبعا، احنا دلوقتي الناس كلها مثقفه وفاهمه، تقول لك كالسيوم، اخد كالسيوم لونج تيرن او وقت طويل ان ممكن يترسب. انا بقول لكم الكالسيوم موجود 70 ملي جرام، which is very fine. ده انا داعم كمان بالالبان او البيض او الحاجات اللي فيها كالسيوم. هو ده الب مالتي فيت. فانا برشح الب مالتي فيت لكل الستات، اكيد كمان رجال، بس احنا النهارده مخصصين الحلقه للستات بس. حلو. فبدعم الب مالتي فيت المرخص، هرجع تاني اقول مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ده يدي امان طبعا لكل الناس. ما هو لو مش امان مش هينزل في الصيدليات. صح. ابدا. صح. لا يمكن ينزل في الصيدليات. وزي ما قلتي الصيدليات يا عزيمه، احنا موجودين في الصيدليات، واللي مش قادر ينزل الصيدليه، الدنيا حاره، مش عارفه ايه، وات ايفر، تقدروا تطلبوه عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه، بيوصل لحد باب البيت في اي محافظه ايا كانت في مصر. والسعر اقتصادي، احنا اتكلمنا قبل كده. السعر حضراتكم لازم تعرفوا السعر. اقتصادي جدا، وبجد في متناول ان شاء الله الجميع. طب احنا معانا تليفون، معانا هدير. اهلا يا هدير. اتفضلي حبيبتي. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا بيك حبيبه قلبي، اتفضلي. اهلا وسهلا يا هدير، ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ اتفضلي. كنت عايزه استفسر عن الحبوب اللي بتطلع في وشي والحالات دي، الهالات السوداء اللي دايما موجوده، ايه اسبابها وازاي علاجها؟ بتشربي ميه كويس ولا لا؟ بتاكلي اكل صحي ولا لا؟ يعني تمام. هدير انا عايزاكي تجربي معايا الب مالتي فيت.
الب مالتي فيت هيبقى كويس قوي معاكي، بيعمل ترطيب للبشره. طبعا الحبوب انت لازم برضو تستشيري دكتور جلدي، ممكن يقولك انت محتاجه مرهم فيه انتي بايوتيك او حاجه ومحتاجه ترطبي. يعني انت عندك الكريمات موجوده في الصيدليات، اسعار متفاوته، القليل برضو سعره حلو لو مش قادره تجيبي الغالي. دي حاجه. تاني حاجه هتستشيري الطبيب عشان لو الحبوب نتيجه هرمونال ديستربنس او وات ايفر يقول لها. وبدعم جدا الب مالتي فيت ليها، الب مالتي فيت هيبقى رائع لان فيت بقول دايما كده بس ما فيش اي نتيجه. طيب ممكن تجربي الب مالتي فيت معايا وهتكلميني في خلال اسبوعين تعودي الاتصال. انت اهم حاجه هتاخدي كبسوله واحده بس مع استشاره الطبيب في موضوع الحبوب. الهالات السوداء هيحسن الهالات السوداء، لان ممكن الهالات السوداء نتيجه اكسده. فانا بقول ان فيتامين اي وفيتامين سي انتي اوكسيدنت ومهمين جدا للهالات السوداء. بلس انك يا ريت لو تعملي كمان سي بي سي. شكرا لان ليكي يا هدي. بالنسبه للهالات السوداء انا لازم اطمن نسبه الحديد عندي كويسه في الدم. بتاثر طبعا. فلازم تطمن ان نسبه الحديد كويسه والهيموجلوبين كويس. بلس ان فيتامين سي بيعزز امتصاص الحديد. لو هي نسبه الحديد قليله بتاخد مع الدكتور سبلمنت فيه حديد، بلس ان الدكتور بيقول لها مع الحديد لازم تاخدي فيتامين سي، لان الحديد لوحده صعب الامتصاص في المعده. بشكرك يا هدير وعلى اتصالك. تقدري تحصلي على الب مالتي فيت يا اما من الصيدليه اللي جنب بيتك لو متوفر، او عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. طب احنا معانا اسئله مشاهدين هنقولهم الاول وبعدين نسال نكمل موضوعنا عشان نبقى جاوبناهم. طيب دنيا ابراهيم بتقول كنت عاوزه اعرف ايه هي الطرق الصحيحه لتقويه مناعتي انا واولادي، وشكرا جزيلا لحضراتكم. تقوية المناعة دي يا دنيا. اوكي ميرسي يا دنيا. اوكي تقوية المناعة، المناعة ده أهم جهاز في الجسم. لازم الناس تعرف إنها لازم تعزز جهاز مناعتها. المناعة من أهم الأجهزة اللي في الجسم اللي تقدر تحارب أي حاجة غريبة دخلت عندي جسمي، سواء فيرال انفكشن، سواء بكتيريال انفكشن، أو حتى خلايا سرطانية لا قدر الله. مهم قوي إن أنا أعرف أعزز جهاز المناعة. هنعزز جهازنا المناعي، هتعزز جهازنا جهازها المناعي إزاي؟ الب مالتي فيت داعم جدا للمناعة، لأنه بيحتوي على زنك، بيحتوي على فيتامين سي، وبيحتوي على نحاس. هتاخد قرص واحد بس في اليوم بعد الفطار لو بتفطر كويس، على كوباية مية كبيرة بعد الفطار بساعة. بلس لازم تنام على الأقل 8 ساعات. دي حاجة. لازم تقلل كمية السكريات اللي بتاكلها. دي حاجة تانية. لازم أو اللي بتشربها، ما هي ممكن تبقى في العصير أو في الحاجات المعلبة دي. بالظبط. دي حاجة. لازم تاكل أكل صحي من خضار وفاكهة، حاجات فيها فيتامينز مع الب مالتي فيت. لو أي حد بيدخن يقتلع عن التدخين فورا، بيهد المناعة. وكمان زي ما أنا قلت تنام فترات كويسة وتلعب رياضة. مش بتكلم من الرياضة إن إحنا نعمل حاجة هيفي، طول ما انت بتمشي وبتعملي نشاط انت بتقوي جهازك المناعي. طب قولي لي بقى يا استاذ عشري دندول، في تحاليل او حاجه ممكن الواحد يكتشف بيها لو عنده نقص في المناعه؟ ده سؤال لسه جالي حالا طازه من الكنترول. بصي هو نقص المناعه في حاجات كتيره بتاخدي بالك منها، تعرفي ان يعني اروح اعمل تحليل في النوع ده اقدر اعمله؟ ممكن تعمل تحاليل السي بي سي. الدكتور طبعا مناعه بيقول لها تعمل التحاليل اللازمه، تعرف الخلايا المناعيه بتاعتها او الوايت بلاد سيلز لو فيها خلل. طب ده بس ده لو ظهر مشكله، يعني لو بدات تظهر عليها الاعراض صح كده؟ في حاجات بتحصل بتأدي، يعني مثلا كثره العدوى، دي في مشكله في المناعه. فهمت. التهابات الرئويه على طول. انت فين مناعتنا؟ وتبقى التهابات قليله من بعض قريبه طول الوقت. بالظبط. مستمره. فهمت. التهابات الاذن، التهابات المناخير، الاذن، الودن، يعني الحاجات دي كلها. طب فين مناعتي؟ فين الخلايا المناعيه بتاعتي؟ وعدم التعافي في وقت بدري. مثلا لو عندي مشكله في الجهاز الهضمي، ده بيعمل نقص مناعه. لو عندي قيء مستمر، لو عندي اسهال مستمر، في مشكله. عشان كده بقول يا جماعه اهتموا بجهازكم الهضمي. صحيح. المعده هي دي اساس. احنا كويس ان ربنا كتب علينا شهر رمضان. أيوة. عشان الصيام ده اللي بيخرج السموم في جسم طول السنه. احنا يعني ضايعين كلنا تقريبا. بالظبط. فلازم برضو كده
موضوع المسكنات العماله على بطال من غير استشاره طبيب ده كده، ومحدش يفتي وياخد حاجات فيها كورتيزون من غير استشاره طبيب، ادويه مثبته المناعه من غير استشاره طبيب هتعملي لا انا معاكي جدا، انا عانيت انا شخصيا من الموضوع ده جدا، بس يعني الحمد لله ده يعني مهم. كان فتره كانت بس كان بامر الطبيب، بس كان فتره بامر الطبيب مش يعني واحده صاحبتي تقول لي كذا كذا كذا، لا يا جماعه محدش بياخد كورتيزونات وحاجات مثبته للمناعه غير بامر الطبيب. انت عارفه اي دكتور دلوقتي يقول لك خدي مسكن، انا بقفل التليفون واقول للراجل ده، لان المفروض ان هو ما يلجاش ده اصلا الا وانا مستنياك تقول لي خدي مسكن، امال انا جاي لك ليه؟ المسكن هو بيسكن الالم وليس علاج. شوف المشكله الاول. ايوه طبعا، يعني شوف المشكله مع الدكتور والدكتور يكتب العلاج الدواء، ولو محتاجه مسكن بياخده، لكن المسكنات ليست علاج. طب في هنا برضو حاجه مهمه قوي، عشان دي انا عانيت منها فتره، بس عشان انا عارفه سببها بس قوليها عشان اصدقائنا يعرفوا يستفيدوا. علي بيقول انا بيجي لي شد عضلي كتير، كنت عايز اعرف هل ده ليه علاقه بنقص الفيتامينات في الجسم ولا لا؟ ممكن يبقى ليه علاقه بنقص الفيتامينات. من اهم الـ 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 والمعادن. المعادن المهمه المغنيسيوم طبعا، لازم يعني يعرفوا ان المغنيسيوم ده معدن مهم قوي، هو اللي بيعمل ريلاكسيشن مع الكالسيوم. الكالسيوم الناس يقول لك الكالسيوم مهم مثلا للضوافر، مهم للعظم، مهم لانقباض وانبساط العضلات ومنها عضله القلب. فاهمة قصدي؟ المايك بس المايك اطلعه فوق. اوكي سوري. يا حبيبي. فالمغنيسيوم والكالسيوم الاثنين مهمين للانقباض وانبساط عضله القلب. يعني وارد طبعا. يعني ماشي، حلو قوي. طيب بالنسبه لمنار، عمر منار بتقول ايه هي الفيتامينات اللي تحتاجها السيده بشكل يومي خصوصا لو تخطيت ال 40 سنه؟ معظم الفيتامينات احنا محتاجينها بشكل يومي. من اهم الفيتامينز للسيدات اللي فوق ال 40 محتاجين فيتامين بي بكل انواعه، النياسين، الثيامين، الرايبوفلافين، الكوبالامين، الفوليك اسيد. محتاجه يوميا فيتامين سي. فيتامين سي مهم لانه بيعزز امتصاص الحديد عشان تحاول تعمل وقايه بشكل ما من الانيميا، فبيعزز لو هي بتاكل حديد كويس. لو الستات اللي ماشيين فيجنز نباتيين تماما نباتين. محتاجين ده على طول. تمام. الفيتامينات كلها محتاجه فيتامين سي، محتاجه فيتامين اي. فيتامين اي مضاد اكسده رائع. لو احنا بناكل اكل فيه زيوت مكرره وزيوت بنحمر كذا مره في الزيت، ده كل ده بيأكسد الجسم وبيتلف للخلايا. لو ما بنشربش ميه، لو بنتعرض للشمس من غير واقي شمس، كل ده. فانا بقولها فيتامين اي مهم قوي، بلس ان فيتامين اي بيدعم المبايض عند الستات لان هو بيقلل الالتهابات. يعني انا وانس ان انا عملت حاجه انتي اوكسيدنت، انا التهابات الجسم بتقل، بلس انه بيعزز لي الدوره الدمويه جدا، فبيعزز الدوره الدمويه في منطقه المبايض عندها، فبيبقى داعم ليها جدا كمان. وفيتامين اي مهم للبشره. لو هتكلم على الشعر، لو هي عايزه تهتم بشعرها بدعم الب مالتي فيت لانه داخله زنك، الزنك مهم جدا للشعر، البيوتين داخل الب مالتي فيت مهم جدا للشعر. بدعم لها الكالسيوم، اكيد الكالسيوم زي ما انا قلت محتاجه انتيك يومي على الاقل 1000، هتاخدي الب مالتي فيت وهتدعمي بالزبادي بقى والحاجات اللي فيها الكالسيوم والبيض والحاجات. طب قولي لنا بقى الاطفال ليهم جانب عشان نبقى عارفين ابتداء من سن كام بقى ياخدوه؟ ابتداء والجرعه بتاعتهم من سن الشباب مش الاطفال، ابتداء يعني من 13 سنه يبتدوا سن البلوغ. يعني بالظبط الجرعه المصرح بيها هو قرص واحد بس في اليوم. أوكي. مش اكتر من كده. طبعا الب مالتي فيت برجع اقول مرخص من هيئه سلامه الغذاء، موجود في الصيدليات، واعتقد كان عندنا صفحه، احنا اوريدي عندنا صفحه على السوشيال ميديا او على الفيسبوك، مش عارفه هم الكنترول نزلها ولا لا. بلس ان احنا نقدر الارقام، انتوا دعمتوا كمان بارقام زياده انا عرفت، عشان كان في ناس مش عارفه تتواصل. يا ده كل شويه يكلموني او يبعتوا لي، مش يكلموني، يبعتوا لي على صفحاتي الشخصيه. ده بنجيبه منين؟ 24 ساعه مشغولين يا دكتوره دينا، فالحمد لله. طبعا هي دي صفحه طب الصفحه معانا اهي، صفحه باي ناتشرال. ليكوا جدا يا جماعه. بالظبط هيقولي ده الب. باي ناتشرال دي الشركه المنتجه لالب مالتي فيت، فتقدروا تستفيدوا. وللمزيد من المعلومات اكيد تقدروا، عندنا كول سنتر رائع الحقيقه ومجهز للرد على كل استفسارات الساده العملاء. انا يعني مش عارفه اقول لك ايه، بجد مبسوطه جدا حبيبه قلبي. طب هسالك بقى حاجه، سيدات الحوامل لو هم كده كده انت عارفه الدكتور بيكتب لهم فيتامينز او بيدعمهم بفوليك اسيد في اول 3 شهور، يعني بياخدوا كده سيستم معين، يقدر تقدر تمشي عليه عادي ولو هي ناقصها حاجه تدعمها ولا بيبقى
الب مالتي فيت هيبقى رائع لاي سيده حامل. اولا في فوليك اسيد بنسبه كويسه، في فيتامين سي، في فيتامين اي، هيبقى رائع ليها. بس حاجه واحده بس اللي عندي كونسرن عليها، انها تسال الدكتور لو محتاجه كالسيوم زياده، لان الحامل بتحتاج اضعاف كالسيوم. لو الدكتور قال لها خلاص اوكي تمام هذا المالتي فيتامين، بس بتحتاج ممكن بعد الشهر الرابع او الخامس زي ما الدكتور بيقول لها، محتاجه تدعم كالسيوم اكتر عشان عظم الجنين. بس دي الحامل بس. لا محدش ياخد كالسيوم زياده عن اللي موجود في الب مالتي فيت. حلو. طبعا الب مالتي فيت ملوش بدائل اطلاقا، ده بس شكل العبوه، ما عنديش بديل يعني. والعبوه فيها ثلاث شرايط، ثلاث شرايط، الشريط 10 اقراص بالظبط، بيكفي شهر، شهر صح كده؟ شهر، وما عنديش اي بديل، لا بالارخص ولا بالاغلى. هو اصلا ثمنه كويس الحمد لله، رائع. في متناول الجميع الحمد لله. الحمد لله انه انتوا يعني بتعملوا كمان عروض كويسه. يا دينا انا بشكر الشركه جدا، بوجه لها شكر حقيقه من خلال برنامجي، لانه هي عايزه تفيد الناس بجد بشكل كويس. بشكرهم انه في كل مجموعه فيتامين بي، ودي بالنسبه لي بجد مهمه جدا. وعايزه اقول لك كمان يا عظيمه، الفيدباك الساده العملاء اللي عملوا اوردر واشتروا او جربوا الب مالتي فيت، رجعوا على طول عملوا ري اوردر، ده اكتر من 80-90% من الساده العملاء. فدي حاجه تبسطني جدا من النتيجه، وبيبعتوا لي النتيجه قد ايه مبسوطين منها الحقيقه. الحمد لله. مش بس جمال المراه، بقول للرجال، النشاط، التركيز، المناعه، بلس اكيد جمال المراه. حبيبتي دندون انا سعيده بوجودك معايا. الوقت بيعدي معاكي بسرعه جدا، لكن طبعا بشكرك على ان انت بتجاوبي على اسئله اصدقائنا، وبتدينا كده روحة ايجابيه جميله. حبيبتي بشكرك طبعا. مرسي. بشكر دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، شرفتيني ونورتيني حبيبتي عزيزه. وبشكر حضراتكم لحسن المتابعه، واتمنى يا رب تكون الفقره نالت اعجاب حضراتكم، وجاوبنا على كل الاسئله اللي بعتت لنا من خلال الصفحه. ومن هنا لحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوف حضراتكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.